أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يسمى بقراءة الأبراج؟ هل الأبراج هي النجوم؟ وهل هناك فرق بين التنجيم وقراءة الأبراج؟ الأبراج غير النجوم، الأبراج منازل الشمس الاثني عشر، منازل الشمس الاثني عشر، لأن السنة 12 برج الشمس تتردد فيها، فالأبراج منازل الشمس بخلاف النجوم وهي الكواكب، فهذه لها منازل غير منازل الشمس، ينزلها القمر كل ليلة، ينزل في منزلة 28 منزلة ينزلها القمر، هي منازل القمر. النجوم، منازل النجوم هي منازل القمر، 28 منزلة، 28 منزلة، وهي يستسر في ليلة إذا كان الشهر 29، أو ليلتين إذا كان الشهر 30، يستسر يعني يختفي تحت الشمس أو قريب من الشمس. نعم. يسمى ليالي الاستسرار، يقرب القمر من الشمس جدا حتى يختفي، ثم يظهر هلالا بعد ذلك، يبتعد عن الشمس شيئا فشيئا حتى يكبر حتى يصير بدر، ثم ينقص ينقص، كل ما قرب من الشمس ينقص، وكل ما بعد من الشمس يكبر. نعم.